بتدوس على دا ودا سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة الأيام كده غريبة في كل حاجة بتدوس على دا ودا سكتها تملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة سرقانا السكينة عالفاضي شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر فينا للدارة في منظرنا وجوانا مكسرنا بنقاوح في قدرنا سرقانا السكينة شايلين ياما دوامة لدوامة ونشوف ألف علامة ولا بتأثر فينا خلصوا الأنبياء عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية ده مفيش تضحية قالك ما احناش ملايكة وخلصوا الأنبياء عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية لا بقى كده الموضوع فيه سحر اكيد اتعمل لك حاجه او اتعمل لاحمد اتعمل له ايه عمل اتعمل له عمل وهو اللي انت بتقوليه ده مش طبيعي احمد ما كانش داري بنفسه كانش احمد كان حد تاني انا ما اعرفوش حد مش حابب نفسه مش حابب اللي هو بيعمله وهو واقف قصادي يقولي ان احنا هنسيب بعض كان قليل كان باصص في الارض يا صفاء مش فاهمة حاجة يعني ايه اللي انتي بتقوليه ده انا معرفش يعني ايه ده اللي انا شفته وحسيته انا كل ما افتكر ان احنا خلاص مش مع بعض روحي بتروح مني عشان خاطري ما تقوليش كده طيب هدي نفسك امال اقول ايه أنا عايزة أشوفه قدامي دلوقتي عايزة أنزل في ضربة عشان يفوق عايزة أترمي في حضني أقول له ما تسيبنيش أنا مش عايزة أحمد يسيبني يا صفاء مش عايزة يسيبني طب ممكن ما تقهريش نفسك كده؟ إن شاء الله هيرجع لك ندمان ممكن
السلام عليكم. عليكم تعالي السلام. استنيك. خير يا ابو كريم؟ ايه يا عم، عايزين نقعد نتكلم مع بعض شويه. انا كنت متضايق شويه وهديت خلاص. بقول لك يا عادل، مفيش داعي نفتح كلام في الموضوع ده تاني. انت هتتضايق وانا كلامي هو هو. يعني ايه كلامك هو هو؟ هو انت الحاكم بامره يا ابني؟ حقنا عليك تفهمنا. شوف يا احمد، انا واخوك اتفقنا النهارده نقعد نسمعك بالعقل كده، لا حد هيزعق ولا حد هيتنرفز على حد. عايزين تسمعوا مني ايه بقى؟ اسمع يا احمد، انا يا ابني طول عمري لما باجي اعمل حاجه بجيبك انت وامك واقعدكوا قدامي واسالكوا فين الصح وفين الغلط، وانت كمان كنت بتعمل كده صح؟ صح. طب لما هو صح يا ابني، عقد دماغك ليه في موضوعك انت وخطيبتك؟ ما بقتش خطيبتي يا امي. يا ابني استهدى بالله، انا خلاص هشارك عبد الناصر بتاع الكاوتش، بكره الصبح هيجيب لي 10000 جنيه، الاسبوع اللي بعده هيجيب لي زيهم، يعني خلاص مشكلتنا اتحلت. عقد دماغك ليه بقى؟ يعني تاخد اخوك وتروح لاهل خطيبتك، ولو عاوزيني اجي معاكوا اجي، تراضيها يا ابني وتقول لها ان اللي حصل ده كان شويه كده. انتوا ليه بتعملوني كاني عيل صغير؟ افرضوا ان انا شفت حد تاني وانت ما تنفعليش اصلا. يعني الموضوع مش موضوع فلوس بقى، انت في دماغك حاجه تانية. انت من قبل موضوع الشقه وانت ناوي تسيب هند. يا عادل لا فهمني بقى. يا عادل بقول لك اعتبر ان انا كنت عايز اسيب هند اصلا ومستني الفرصه دي. لا 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 لا، انت عقلك جراله حاجه. ايه يا ولا اللي بتقوله ده؟ من امتى الغباوه دي حطت في قلبك؟ الله يسامحك يا ام عادل. مالكش دعوه يسامحني ولا لا، خليك في حالك. فهمني بقى قصدك ايه. انا بقول ممكن، انت تمسكولي على الكلمه ولا ايه؟ انت كلامك ملاوع كده ومش مظبوط. اسمع، حق ربنا ان انا انصحك عشان انا اخوك الكبير، راجع نفسك بقى انت يا ابني. تشكر يا عم عادل، انا خدت قرار ومش هرجع فيه. الواد ده ايه اللي جراله؟ معرفش. معقول بعد تعب السنين والتربيه تبقى دي النتيجه؟ عيل قلبه ميت. اللي عمله ده مش في وشه لوحده، في وشنا كلنا. انا كل اللي خايف منه اني انزل الشارع واقابل هند، ساعتها انا مش عارف احط وشي في وشها ازاي. ساعتها هيبقى ايه العمل؟ العمل عمل ربنا يا ابني، ربنا يلطف بيها وبينا. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت عايز اعمل تحليل. تحت امر حضرتك. تحليل ايه؟ اتش اي في. ونتيجته تظهر امتى؟ بكره بعد الساعه 5. اسم حضرتك ايه؟ علاء. علاء ايه؟ علاء محمد احمد. تمام، ممكن حضرتك تستريح والدكتور هيندى على حضرتك. اوكي، اتفضل. للدرجه دي الخبر ده فرحك؟ طبعا، ده اهم خبر في الدنيا. باشا كبير قوي قوي قد الدنيا وبنته عندها ايدز ومخبين على الناس كلها. ده ملوش تمن، ده تمن ألوفات ألوفات. ماشي يا محمود، بس احنا اتفقنا على حاجه. لا انت بره الموضوع ده، مالكيش دعوه بيه خالص. بص يا سونسون يا حبيبتي، انا خايف عليك اكتر ما خايف على نفسي. طب فهمني دلوقتي، انت هتتصل بالراجل بتاعك تحكي له على اللي حصل ولا هتعمل ايه بالظبط؟ لا الموضوع ده ما يجيش كده ابدا، ده جون جامد قوي، لازم نظبطه ونرستوه عشان نعرف ناخد بالدوري. والله العظيم انا ما فاهمه منك اي حاجه. هايل، اقل من 38 بشرطتين. مش انا قلت لك ان انا بقيت كويسه؟ اوعي بقى عشان اقوم البس. تلبسي ايه؟ مفيش نزول، لازم الحراره تستقر، الدكتور قال كده. لا لازم اروح الشركه، عايز اشوف احمد. اهو بيتصل. الو. ايوه يا احمد، ازيك؟ لا انا بقيت كويسه، انا كويسه جدا الحمد لله. شفتي هيقول لك ما تنزليش زي ما انا بقول. لا دي ماما، اصل هي كمان مش عايزاني انزل عشان خايفه عليا. ازاي امبارح يبقى الدكتور عندك والنهارده عايزه تنزلي الشغل؟ معاها حق، مش منطقي طبعا. معلش، راح النهارده كمان في البيت. هتروح الشركه؟ لا هروح اعمل ايه في الشغل وانت مش موجوده؟ ملهاش لازمه. خدي بالك من نفسك يا ليلى. اوكي، مع السلامه.
متشكر. اتفضلوا انتوا. يعني مصطفى هيك سافر فجأة على يوروب؟ في مشكلة كده مع الألمان، وكان لازم حد يسافر يعني هو. مشكلة؟ احنا ليوم امبارح امورنا تمام مع الألمان، واخر ايميل حددنا فيه موعد. لا مش موضوع الشراكة القديم ده، يعني ده موضوع تاني خالص. بس هو كيف ما بيقول لأمه انه مسافر؟ هو قال لأمه انه مسافر؟ لنا خلاص بقى، روح شوف شغلك. ماشي. طب انت حكيت معه؟ انا تلفنت له كتير وما عم يرد علي. بعد اذن حضرتك يا سعيد بيه، في راجل بره عايز يقابل حضرتك. مين ده؟ ما قالش هو مين، هو بيقول بخصوص حكايه احمد شاهين مع حضرتك. طيب خليه يخش، انا هنكمل كلامنا بعدين. يلا ماشي. السلام عليكم. انت مين؟ انا واحد اسمه امين. وعاوز ايه يا امين؟ وايه الكلام اللي قلته لمحمد ده بره؟ ايه الحكايه اللي بيني وبين احمد شاهين؟ حكايه انك انت عايز تجوزه بنتك بالعافيه. انت تقرب لاحمد؟ كنت اقرب له. انا ابو البنت اللي حضرتك اجبرته انه يفسخ خطبتها. احمد اللي بعتك؟ لا، احمد ما يعرفش ان انا جاي. احمد مرعوب وخايف، خايف على هند وخايف على نفسه وخايف على عيلته كلها. وانت مش خايف؟ لا، انا ما بخافش غير من ربنا. وعاوز ايه يا امين؟ عايز اقول لك ان انا عندي اللي ممكن الجا له واللي يقدر يوقفك عند حدك. انت راجل معتوب، اوعى تفتكر انك جاي تهددني بواحد لواء قريبك او ضابط جيش. اطلع بره، اطلع بره، لبسك مصيبه تقضي بقيه حياتك في السجن. لو اللي انا متحامي بيه مش عايزك تعمل كده، مش هتقدر تعمل اي حاجه. مين ده اللي جاي تهددني بيه يا راجل يا مجنون انت؟ ربنا يا سعاده الباشا، اللي انت ما فكرتش فيه وانت بتذبح بسكينه تلمة ولد وبنت زي الورد. كان كل همهم انهم يحطوا الجنيه على الجنيه عشان يجيبوا لهم اربع جدران يعيشوا فيهم. الحقيقه احمد قال لي انا ما صدقتش، قلت اللي يعمل كده لا يمكن يكون اب حقيقي، اللي يعمل كده لا يمكن يكون بني ادم بيفهم وعامل حساب ليوم الحساب. اوعى تفتكر انك انت لما تعطل قانون ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسيبك تحقق اللي انت عايزه كده ببساطه، ولا تكون فاكر ان فلوسك وهيلمانك والصولجان اللي انت فيه ده ممكن يخليك تقدر تشتري السعاده لبنتك. لا، ربنا قال اللي زيك واللي زيي والكل اب خايف على مستقبل ولاده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. خلصت؟ طيب اطلع بره، ما تتكلمش في الموضوع ده تاني ابدا، والا هحرق قلبك على بناتك الثلاثه مش هند بس. واذا قلت لك ان انا مش هخرج وان انا هفضحك هنا في الشركه وفي الجرايد وفي كل مكان في البلد، هقول لهم ان انت راجل ظالم ومفتري. وانا موافق، اعمل اللي تقدر عليه وانا هعمل اللي اقدر عليه. محمد ابعت لي الامن، عندي واحد حرامي هنا في المكتب. عاوز اقابل جميل بيه لو سمحتي. لا جميل بيه مش فاضي قبل حد. يعني ايه مش فاضي؟ من فضلك خش جميل بيه قولي له محمود مستني بره وعايز يقابله ضروري. حاضر، بس لو سمحت ما تزعلش. حاضر. جميل بيه استاذ محمود مصمم انه يقابل حضرتك. خليه يدخل. اتفضل يا فندم. ميرسي. بقى ينفع يعني تبقى مستني ده كله عشان اجيب لك الخبر اللي انت عايز تعرفه مني، ولما اجيبه لك تبقى مش عايز تقابلني؟ لو طلعت بتقول اي كلام هعلقك على باب الشركه. ماشي يا باشا، بقى هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. نتفق الاول. انا مش فاضي. اخلص يا محمود وهات اللي عندك. لا، ما انا قبل كده جبت لك حكايه واتنين وانت شركتهم لي، والحق حبيب الله. خلاص هديك اللي انت عاوزه. 100,000. 100,000؟ ده انت كده عندك خبر مهم قوي بجد. بقى موافق؟ البنت بنت سعيد الكومي عندها ايدز. ايدز بجد يا محمود؟ طب ما تعرفش جالها منين؟ لا والله، وسعيد مقفل على الموضوع ده خالص، مفيش جنس مخلوق يعرف حاجه عنه غيرهم هما. حلو قوي الكلام ده، اهي طلعت من بقك يا كبير. حلو الكلام. مش قلت لك قبل كده
انت بس اديني فرصتي. الكلام ده بجد؟ يعني البنت اللي انت مرافقها دي متاكده؟ مرافقها ايه بس يا جميل بيه؟ دي مراتي والكلام صح الصح. ولسه لسه ياما هتطلع من البيت ده حكايات وحكايات. ايدك بقى حقك وتستاهل 20,000 جنيه. لا والله العظيم ابدا مش اقل من 100 أسدك وانت وافقت. 100,000 ايه يالا؟ انت اتجننت كتير قوي. الله، يعني انت كنت بتاخدني على قد عقلي يا جميل بيه بقى ولا ايه؟ حاجه زي كده يا باشا. ما تنساش ان احنا معانا شريكه في الحكايه دي اللي هي عينينا اللي بنشوف بيها جوه البيت بيحصل ايه. الله، لما تديني 20,000 اديها كام واخد انا كام؟ خلاص بطل زن. 30,000. خليهم 40 اديها 20 واخد انا 20. ما احنا لازم نطمعها عشان تشتغل بذمه. ماشي يا محمود. حاضر يا سيدي. 40,000. بس بقول لك ايه، تدي البنت فلوسها ما تنصبش عليها. انصب عليها. ده كلام يا باشا؟ ده هي اساس الشغلانه. ايوه كده، اللعبه هيبقى له طعم تاني يا كومي. مش هسكت يا عادل، ده ربنا يا اخي عرفوه بالعقل. اسكتي، مش عايز اسمع كلام في الموضوع ده خالص. هتسكت وانا اللي هتكلم. الله، ما تهدوا بقى وتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ايه بقى معاك الفلوس اللي هتصلح بيها محل اكل عيشك ومش عايز تاخدها؟ عشان دي مش فلوس يا بني ادم. لا فلوسك يا عادل، واذا كنت نسيت ماما تفكرك. يعني انت عايزه جوزك يعمل ايه يا حنان؟ عايزاه يشوف مصلحته وحنا يا ماما. فلوس شقه احمد دي انا مش همد ايدي عليها يا بنت الناس. ال 35,000 جنيه دول انت مدي لاحمد منهم 25,000 جنيه من سنه بالظبط قدامي وقدام ماما. واذا كان ضميرك واجعك قوي خد فلوسك ورجع له الباقي. ضميري؟ انت بتتريق عليا يا حنان؟ يا ابني ما تقصدش. لا دي بالذات تقصد كل كلمه تقولها. انت بتفهم على مزاجك؟ اسمعي بقى، عليا الطلاق لو فتحتي بقك تاني في موضوع فلوس شقه احمد ده هتكوني متحرمه عليا اليوم الدين. انت بتحلف عليا بالطلاق؟ يا ولاد اخذوا الشيطان بقى. دي أول مرة تحلف عليا بالطلاق علشان خايف على مصلحتك؟ مصلحتي أنا عارفها كويس يا بنت الناس. لا مش عارفها كويس يا عادل. لو عارفها كويس ما بقاش في جيبك 50 جنيه وتخاف على مصلحة هند الغريبة عننا. اخلصي اخلصي يا وغوري من وشي. ما أنا هخلص هخلص يا عادل. ما أنا طول عمري حاطة جزمة في بقي في البيت ده وساكتة. أنا هلم هدومي بقى وامشي. بتعملي إيه مجنونة أنت؟ لمي هدومي. يا بنت انت فاكره نفسك غريبه عننا عشان شويه زعل تغضبي وتمشي؟ انت واحده من البيت ده يا عبيطه. لما تلاقي جوزك زعلان ومتضايق ومش لاقي حاجه يتسند عليها تعملي نفسك عكاز؟ بنات الاصول بتعمل كده، مش تلم حاجتها وعايزه تمشي. ايه يا حنان؟ ايه يا حنان؟ استهدي بالله، لسه لغايه دلوقتي مش عارفه ايه مشكله جوزك؟ عارفاها يا ماما، عارفاها. عادل بيشيل هم الناس كلها الا همنا احنا. ايوه عشان راجل وحمول. لمي نفسك بقى واستهدي بالله ورجعي الحاجات دي مكانها. مرات يا ده غباء منك. راجل زي ده ما اعرفش ممكن يباع مع مين ولا فين. لولاك انت انا ما كنتش على حاضر. حذره يا احمد لو جاب سيره بنتي. خلاص خلاص بقى سعيد بيه. عم امين وصلت له رساله، ما تقلقش هو مش هيجيب سيرة لحد ولا حتى بنته. خلاص كفاية كلام عنها، خد وقت كتير. اسمع بقى، أنا عايزك تركز اليومين اللي جايين دول معايا في الشركة. حاضر. أنا وليلى نرجع نكمل شغلنا تاني. سيبك من الكلام الفاضي ده، أنت لازم تعرف كل حاجة. أنا بشتغل على موضوعين مهمين جدا في وقت واحد. الأولاني الشراكة مع الألمان، وده كان المشروع مع مصطفى. وتاني مشروع المدينة السكنية. أنا عايزك بقى تتولى مشروع المدينة السكنية عشان أنا أفضل الألمان. ومصطفى ساب المشروع ليه؟ مصطفى عايز يسافر بره ويعمل مشروع مستقل بذاته. طبعا أنا ما كنتش موافق واتخانقت معاه، بس ده مش الموضوع المهم بالنسبة لنا. المهم إنك تركز معايا. يا ليلى، ده فكرة المشروع ده من البداية؟ لا ما تدخلش ليلى، انت وليلى تفضل بعض وبس، ده اهم حاجه عندي. ما تفتكر انا عملت معاك كل ده ليه؟ هو ده السؤال انا بساله لنفسي. اخترتني على ليه بالذات؟ عشان ليلى بتحبك. انت مش حاسس بكده ولا ايه؟ ليه هي قالت لك ان هي ما قالت لي؟ بس انا من حقي ان انا اشوف ايه الحاجه اللي تسعد بنتي واجيبها لها.
حاجه وانا بالنسبه لك حاجه؟ لا انت بني ادم وبني ادم مهم جدا. بس يا احمد انت عملت حاجات كتيره قوي خلتني اقرر ان انا اجوزك بنتي. وهو انا عملت ايه؟ انقذتني من الموت، عرضت حياتك للخطر علشاني، كل ده شافته ليلى. ولما قربت من ليلى خطفت قلبها زي ما بيقولوا. انت شاب مميز ومش عيب ان انا اختار زوج لبنتي زيك كده. ها جاوبت على سؤالك؟ انا عايزك تاخد الشيك ده وحاولك هتعمل بيه ايه. انت ليه مصمم تحسسني انك عايز تشتريني؟ انت لازم تشيل الفكره دي بقى من دماغك. انت بالنسبه لي مهم جدا. انا هقول لليلى انك انت طلبت ايديها مني النهارده وهسالها انت وافقه ولا لا، واكيد هي هتوافق. عايز ابقى الخميس الجاي تجيب اهلك كده وتيجي وتطلبها رسمي. مساء الخير. مساء النور. ده ايصال استلام نتيجه التحليل بتاعتي. علاء محمد احمد. تمام. شكر. شكر جدا. العفو. شكر، مع السلامه. خش العب في اوضتك. امشي بالزفتة دي بقى جوه. الاوضه ضيقه والعنجة انا عايز مكان واسع. برضه العب جوه. في ايه يا حنان بتزعقي له ليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه في ايه بتزعقوا لي كده؟ هو مش عايزه العب بالعجله في الصاله والاوضه ضيقه وليه ملهاش دعوه بيا يا عم. اديني يا عم كريم سايبه لك الصاله كلها. في ايه مالها مرات اخوكي؟ اتخانقت مع عادل وقفشوا مع بعض وكانت هتسيب البيت وتمشي لولا ماما هي اللي حشتها. ليه ايه اللي حصل؟ بسبب فلوس شقه بتاعتك ما كانش عايز ياخدها عشان يجدد القهوه. وعادل فين دلوقتي؟ قاعدين في الاوضه جوه مع بعض بقالهم اكتر من ساعه بيتودودوا. مساء الخير. مساء النور. ايه عاوز تقول حاجه؟ عايزكوا تيجوا معايا يوم الخميس اللي جاي. نيجي معاك فين؟ في واحده هطلب ايديها وعايزكوا تكونوا موجودين معايا. شفت يا امي؟ مش هو ده اللي كنت بقول لك عليه؟ ومين بقى اللي انت عملت عملتك دي علشانها؟ انت شفتيها مره قبل كده يا امي؟ اللي هي مين؟ ليلى كومي بنت صاحب الشركه. اتفقت مع ابوها يوم الخميس الجاي هنروح نطلب ايديها. طب انت مش اتفقت وحددت الميعاد؟ روح لوحدك بقى. عاوزنا انا واخوك في ايه؟ عشان انتوا اهلي لازم تبقوا موجودين معايا. الراجل ده مليونير كبير وتقيل قوي يا اخي. دخلت له انهي دخله؟ ايه القذاره دي؟ في ايه يا عادل؟ ما تركز في اللي بتقوله. هي الكلمه الصح اللي اخوك قالها. يا مصيبتي السودا دي اخر تربيتك عليا. دي اخرتك يا احمد؟ تطلع عيل حلنجي بتلعب ببنات الناس؟ وانا كفرت؟ واحد عجبتني وعجبتها ولا نتجوز فيها؟ ايه دي يعني؟ ريحني يا اخي وقول لي عملت كده ليه؟ عشان زهقت يا عادل. زهقت بالمعافرة والقرف اللي احنا عايشين فيه ده. خلاص روح لوحدك. انا مش مهم حاجة. مش مهم. اهم حاجه امر. بص يا حبيبي في حاجات الراجل فيها زي الست، زي الحساب قدام ربنا وزي قيمتك قدام نفسك. خساره يا خساره يا احمد، بتبيع نفسك عشان الفلوس. مساء الفل يا فل. مساء الفل يا قمر. انت ما جبتيش لغايه دلوقتي ليه؟
مش عارفة مش جالي نوم. انت لسه جاي من الشركة دلوقتي؟ اه اما حصل حاجة النهاردة في الشركة اما حكاية لي بقى. استنى بقى قبل ما تحكي لي اي حاجة، انت متخانق مع مصطفى؟ ايه هو قالك حاجة؟ لا هو ما قاليش حاجة طبعا لانه اصلا ما بردش عليه في التليفون. اصلا مالكم شوية. هو سافر فين؟ سافر اوروبا، راح المانيا عشان الشركة ويمكن يروح فرنسا الاول تقريبا. بابا انت بتكذب؟ انا حاسه ان انت بتكذب عليا، في حاجه انت مخبيها. علشان غريبه جدا ان مصطفى ما بيردش على تليفوناتنا ولا سلم علينا قبل ما يسافر، وانا قلقانه عليه قوي. اخوكي مجنون، لما بيطق حاجه في نافوخه بيعملها. بس انا اطمنت عليه لما وصل. سيبك بقى انا عندي ليكي خبر مهم جدا. خير يا باشا قول. جالك عريس النهارده. عريس مين ده بقى؟ أحمد جالي النهارده وطلب ايدك مني وقال له اني هيجي الخميس الجاي هو واهله عشان يطلبوك رسمي. خبر حلو صح؟ انا اصلا مش عارفه احس بايه. يعني ايه تحس بايه؟ تقبلي ان احمد يبقى عريسك؟ احمد ولد كويس جدا واي بنت تقبل تتجوزه. انا ما بتكلمش على اي بنت، انا بتكلم عليكي انتي. انا اصلا معجبه باحمد بس ده ملوش اي معنى، يعني هقف لغايه الاعجاب بس. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت لو رحت لاحمد وقلت له انا عندي ايه هو هيوافق يتجوزني؟ ما تفكريش كده خالص. انتي قلتيلي لما حد يحبني وانا احب حد ممكن ارتبط بيه، واحمد اهو جه وقال لي انه بيحبك، وبعدين انا اضمن لك انك ممكن تعيشي حياه طبيعيه خالص. انا هقول لاحمد بس مش دلوقتي، انا هختار الوقت المناسب. وبعدين هو يطول انه يطلب ايدك مني، ده كان جريء جدا انه طلب ايدك مني. وانا بصراحه عجبني جراته. يا بابا يا بابا ما يطولش زمان قبل اللي انا فيه دلوقتي. بس دلوقتي ما ينفعش. لكن ايه ما لكنش. بس يا حبيبتي انا شايف انك موافقه وعينك بتلمع فرحانه. اسمعي كلامي واعملي اللي هقولك عليه، وانا متاكد انك هتعيشي حياه سويه جدا مع احمد. يلا افرحي بقى وروحي قولي لماما، واستعدي كده عشان انت هتبقي عروسه. يا عروسه ربنا هيعوض عليكي، بعتلك نعمه ما ترفضيهاش. هند صاحيه ولا نايمه؟ صاحيه. عملت لك شويه شوربه خضار بقى من اللي بتحبيهم عشان بقالك كتير ما اكلتيش. شاطره يعني ماليش نفس. مفيش حاجه اسمها ماليش نفس. يلا دوقي. ها ايه رايك؟ حلو يا حبيبتي تسلم ايدك. بصراحه انا ما عملتش الشوربه دي يعني ببلاش، انا عاملاها جار الرجل. ليه مش فاهم؟ انا وحسن كنا بنتكلم انه كان عاوز يجي قابل بابا عشان يحدد ميعاد جوازنا، بس هو بصراحه كان مكسوف. مكسوف من ايه؟ منك يا هند. بصي انا كنت هكلم بابا في الموضوع ده، انتوا مالكوش اي ذنب في اللي حصل، وبعدين الدنيا مش هتوقف يعني. خليه ما يقلقش ويجي في اقرب وقت. لا مش في اقرب وقت ولا حاجه، الدنيا مش هتطير. انا عن نفسي مش مستعجله، هو بس اللي كان عاوز يستاذنك. قولي له يلا كفايه قوي الوقت اللي ضاع، انتوا مش لازم تستنوا اكتر من كده. عايزاك تتبسطي يا هيلا. طب اشربي الشرب. حاضر. ليه ما قلتليش انا الاول؟ عشان عارف ان انت مش هترفضي. يا سلام الغرور ده. مش غرور والله،
بس معقول اكون فاهم كل ده غلط يعني؟ فاهم ايه؟ ان انا بحبك، ان انت كمان بتحبيني. انا بس اللي كان مقلقني رد فعل باباكي. بالعكس بقى، بابا متحمس لك جدا. انا بس اللي انت ايه؟ مترددة شوية. يعني ايه مترددة؟ يعني انت لازم تعرف ان انا، يعني انا عايزة اقولك ان انا في بتدوري عليها عشان تقوليها لي. عايزين اعرف ايه؟ عايزك تعرف ان انا خايفة، وخوفي ده ممكن اتعلق بيك وبعد كده نسيب بعض. هو ده اللي مخليني. انا مستحيل اسيبك يا انا اللي تقدمت لك وانا اللي جيت اتجوزك. وكان حد غصب عليا يعني. انا بس اللي مخليني خايف اخوكي مصطفى. اشمعنى مصطفى؟ يعني من اول ما قابلتك هو مش طايقني. ما بالك بقى لما يعرف ان انا اتقدمت لك وعايز اتجوزك هيعمل ايه؟ فكرة مصطفى مسافر راح اوروبا وزعلان شكله، حتى ما بيردش على تليفوناتي انا وماما. وبعدين مصطفى مش ولي امري، انا اسمي ليلى سعيد الكومي مش ليلى مصطفى.